به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعل الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فيا أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة، وأذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا عبر الهواتف التي تظهر على الشاشة أمامكم، وهي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403، ويمكنكم التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. نبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه في الجواب عن ما ورد إلينا من أسئلة مكتوبة. وهذا شخص علي أبو القاسم يسأل عن شخص يبي منا مبلغ 1000 دينار، قال بندير لشيك مصدق، ولما بيدير إيداع في حسابه يتم الخصم من حسابه خدمات مصرفية مقابل إيداع الشيك المصدق خارج الفرع حوالي 30 دينار، هل يجوز أن أتحمل هذا المبلغ وندير له إيداع بقيمة 1030 بدل 1000 دينار وجزاكم الله خيرا؟ الأخ هذا يعني متسلف من شخص 1000 دينار ويبي يرجع له 1000 دينار عن طريق المصرف، المصرف عارفين بيخصم 30 دينار، لو أعطاه 1000 رد له القيمة كما أعطاه، يعني 1000 بـ1000، فالمصرف سيخصم منها 30، معناها اللي وصل للشخص اللي سلف وصل له 970 بس ما وصلش 1000 دينار، وهو سلف 1000 دينار، نقولوا احنا يعني دير له القيمة بـ1030 دينار باش هو المصرف يخصم قيمة يعني الخدمة متاعة 30 ويصل للمسلف 1000 دينار، لأنه هو سلفك 1000 تبي ترد له 1000، شن ذنبه هو يخصم منه 30 دينار؟ هذا زي أجرة النقل، لما مثلا أنا استسلفت من شخص مال في سبها وبعدين جيت في طرابلس قلت له هذا 1000 دينار وكان يخشى على ماله، قال لي لا أرد لي المال في سبها، فنقول له خلاص نبعته لك ونخصم قيمة يعني السفر بالمال اللي سبها، لا نتحمل أني المبلغ ونعطيه هو 1000 اللي دفع في سبها بيأخذ 1000 في سبها، فقيمة حوالته من هنا إلى غد يعني نتحملها، كذلك الأمر في المصرف قيمة ما سيخصمه المصرف يتحمله الشخص الذي اقترض، يعني أنا أعطيت 1000 يرجع لي 1000، ما نقولش 1030 يتحمل 30 الشخص اللي بيحول. ومعنا اتصال أخ محمد من طرابلس. السلام عليكم شيخ، شنو أمورك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. يا شيخ عندي سؤالين أنا. تفضل. السؤال الأول 8000 قعدات من سنة، هل يعني يوجب فيه الزكاة؟ عندك غير 8000 هاضم ولا 8000 فقط؟ مرتب هنا، مرتب قعدات يعني ينزل. غير المرتب عندك دخل اخر يعني فيه مال ولا ما عندكش؟ في دخل مو هيك ايجار محلي. اي نعم تمام. والسؤال الثاني يعني مبنى هو مبنى سكني عقاري فيه ورثه، لكن واحد من الورثه قال نبي حقي كذا، قلنا له نحن ما بعناش يعني مازال ما بعناش،
فقال لا أنا مستحق وكذا، فأعطيناه مبلغ جزء الكلام هذا ممكن من 5 سنوات. فكو السعر زاد، لو بعنا بنعطوه نفس السعر اللي اتخضى عليه القيمة الأولى اللي خذ منها جزء، أو نعطوه بالسعر الجديد يتول إن السعر رقع هنا. هذا السؤال الثاني. بنضغط لك على السؤال الأول يا شيخ، أن يعني الزكاة في 8000 أن كان أقل أو أكثر، فهل هنا يوجب فيه الزكاة يعني حتى كان أقل من 8 يعني؟ واضح إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ علي محمد الفيتوري يقول أنا تاجر سيارات مستعملة من كوريا، بعض التجار يشروا في السيارات ماشية فوق 200,000 كيلو ويقومون بتغيير العداد إلى 60,000، عندما نصحتهم أنه غش وحرام قالوا لي نحن نعلم من في ليبيا بأن هذا العداد متغير. قلت لهم من يشري منكم يعلن عن البيع، قالوا نحن ليس لنا علاقة بمن سيبيع بعد ذلك. طبعا هذا واضح غش وتزوير، هذه شهادة زور، لأن اللي يبيع في السيارة اللي ماشي أكثر من 200,000 على أنها 60، كأنه يقول هذه ماشية، أشهد بأن هذه السيارة ماشية 60,000، وهذا تزوير وغش حرام. ما يبيعه من سلعة يعني ويكسب عليه ثمن، هذا مال حرام، ولا حجة بأن الليبيين في عامة الناس يعرفون ذلك، وننخبر في الناس اللي بنبيعون بيع لهم بأني مغير العداد، بعدين اللي بيبيع من بيخبره، والعاشر اليد عاشر يد اللي توصل لها السيارة من بيخبرها بتغيير العداد. هذا الأمر فيه تزوير وفيه غش وفيه أكل مال بالحرام وأكل مال بالباطل. عليهم أن يتوبوا إلى الله وألا يغيروا العداد، يجيبوه زي ما هو ويأخذوا السعر اللي يبوه. نعم معنا اتصال الأخ عادل من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي عادل. بارك الله فيك. نعم يا أخي عادل تفضل. لا يا شيخ معلش وصحبك معي شوية وهذا تغني كيف تزوج. قلت لك يا شيخ لا أنا مركز معك في السؤال هذا بتاع في الشهادة المزورة. أنا ندوك تفصلنا قصدي كيف نفهم نخلص منها. في ناس تقرأ في 8 سنين بالعشر سنين معناها باش تتحصل شهادات. وشهادات مختلفة معناها، وكيف يكون معناها الأمور هي مستشرية في البلاد من فترة معناها، في ناس معناها توظف في الفتوى تقول لك لا يتوب ولا كذا مش فاهمينها معناها، ضروري تعملها شايف كيف الإنسان يتخلص منها بطريقة معناها، كيف يراجع مع الإدارة اللي يشتغل فيها، كيف قصدي ناحية ذنب إنه يوضع للناس معناها إنه هو هذه شراء اشتري ولا مدور الزوير، على الاقل يعالج الاخطاء يا في اللي حسابها يتوب انا استغفر وخلاها شهاده واخدم والناس تفتح الباب هو يستغل في الامور، لان البلاد راهي محتاجه للامور صندوق مضبوط من الوضع هذا. تعرف شاهد في ناس صحيت سوى تقرا ب 8 سنين بال 10 سنين ب 12 سنه بال 15 سنه يقرا باش تحصل على عمل ويجتهد وكذا، وفي اللي يشري فيها شريه ويزور فيها تزوير. هذا معناه ما واضح يا أخ عادل، واضح واضح إن شاء الله. تمام وصلت رسالتك. نعم معنا الأخ عبد السلام من رابطة. أيوة مرحبا أخ سعيد. نعم يا أخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بنسأل على صلاة التراويح بالنسبة للناس العاجزة شوية يعني الجلوس، ولا لابد من عند تكبيرة الإحرام لابد أن يكون واقف؟ تراويح اللي يصلي من جلوس تقصد؟ ايه نعم ايه ان شاء الله تسمع الإجابة ان شاء الله. معنا الأخ أحمد من طرابلس. نعم يا أخ أحمد. السلام. نعم وعليكم السلام. انقطع الاتصال. معنا الأخ عبد العزيز الليبي يقول لدي قطعة أرض أريد بيعها بالشيكل المصدق، والسؤال هل يجوز ترك المال في البنك أم لا يجوز بحكم أن البنوك لديها معاملات محرمة؟ نتمنى الرد وجزاكم الله خيرا. اللي بيبيع شيء بالشيكل المصدق طبعا هو كان قدر يطلع، إذا كان البنك
إذا كان البنك يتعامل معاملات ربوية، ولا أظن تو الآن فيه المعاملات الربوية لأن تعديل القوانين أظن أنه سرى للمصارف فمنع السحب على الأحمر ومنعت قروض الربا. أظن هذا الأمر كان المصارف لا تتعامل بالمعاملات المحرمة، وهذا ما أعتقده، معناه ما فيش بأس أن يبقى المال في المصارف، لكن إذا علم أن هذا الفرع ولا بعض المصارف تتعامل بمعاملات ربوية محرمة فيجب عليه إخراج المال إن استطاع. إن استطاع إخراج المال وجب عليه، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنا اتصال أخ حسين من طرابلس. شيخ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام طيب إن شاء الله والله بخير. الله يبارك فيك. لا سؤال يا شيخ، اللي ما عندهش قدر يصرف زكاة الفطر، ما عندهش يعني ما عندهش يصرف زكاة الفطر، شنو الحل يعني في اللي ما عندهش؟ ما عندهش يطلع زكاة الفطر، ما عندهش فلوس يعني. زكاة الفطر. ما عندهش كيف يطلع زكاة الفطر؟ ما عندهش إمكانية أنه هو كيف يطلع زكاة الفطر، سواء نعمة ولا فلوس يعني بالعامية كذا صار. إيه نعم. ما هو الحكم؟ ما هو شنو يعمل؟ شنو يدير؟ إن شاء الله تسمع الإجابة. الله يخفى عليك وبارك الله فيك. الاتصال الأخ محمد من طرابلس يقول عندي 8000 دينار في المصرف وعنده إيجار للمحل، يأخذ في إيجار في محل، نقول له المبلغ نصاب الزكاة الذي لما تملكه تبدأ من أهل الزكاة هو الآن 23000 دينار، ما يعادل 85 جرام من الذهب الخالص، يعني إذا بلغت 23000 دينار فما أكثر ثم حال عليها الحول وجبت عليك الزكاة. كيف تحسب؟ مش اللي مال في المصرف بروحه والمرتب بروحه والإيجار بروحه، تجمع ما عندك من مال سواء كان في المصرف أو في يدك سيولة أو إيجار محل، المهم أن ما عندك وصل ل 23000 وحال عليه الحول أصبحت من أهل الزكاة، ووجب عليك أن تخرج ما قيمته 2.5%، يعني المبلغ كامل تقسيم 40 يخرج لك الناتج الواجب من الزكاة. أما إذا لم تبلغ بجميع يعني الطرق اللي قلناها، جمعت ما عندك من مال ما وصلش 23000 دينار، نقول لك أنت لست من أهل الزكاة ولا يجب عليك إخراج الزكاة إلا أن تتطوع تبي تعطي صدقة يعظم الله لك الأجر، لكن لا يجب عليك الزكاة كان مش واصل ما قيمته 23000 دينار. السؤال الثاني يقول أحد الورثة طلب القسمة، عندهم بيت وواحد من الورثة قال نبي حقي فيه، فنقول هنا هل يمكن الانتفاع به إذا قسم مثلا الورثة عددهم قليل والبيت كبير، إذا قسم لأجنحة مثلا يمكن الانتفاع به هذا الواجب قسمته، ولا كان شقق نظام شقق وكل واحد يأخذ شقة، إذا أمكن الانتفاع وجب ذلك، وإذا لم يمكن الانتفاع منه إذا قسم يباع إذا لم يحتج إليه، كان فيه قصر ولا فيه ناس قاعدين فيه ينتظر، لكن إذا كان مش محتاجين إلا البيت فاضي يبيعوه ويعطوه ثمنه. إذا كان هم في ذلك الوقت لما أصر قالوا له كم يطلع ثمنك حصتك من الميراث، البيت قيمته مثلا 100000 وأنت عندك حصتك مثلا 10000 ولا 20000، فأعطوه الورثة حصة من 10000 أو 20 وخرج، هنا خلاص لم يعد يملك شيئا من الإرث. لكن إذا كان أعطوه مال لا يساوي حصته فهو ما زال يملك حصة في البيت ويأخذ حصته بما يباع الآن، لكن كان أخذ حصته بما قيمته في هذاك الوقت، قومت البيت وأعطيته حصته في هذاك الوقت يعني من غير ظلم حصته تماما، خلاص لم يعد يملك شيئا، والآن تبيعوا أنتم الورثة وتقسموا. لكن زي ما قلنا إذا ما أعطيتوش حصته أعطيتوه بعض المال وخلاص، الآن لما تبيعوا تخصموا ما أعطيتوه من المال ويأخذ باقي الحصة بمبلغ الآن اللي بعتوه به. الأخ عادل من طرابلس يتكلم عليه تزوير الشهادات، لأن سئلنا في الحلقات الماضية عن شخص يعني اقتحم التزوير وتاب إلى الله وأراد أن يكفر، قلنا له أصدق التوبة مع الله، هو الأخ عادل قال يعني يحسبوها سهلة توب واستغفر، معناه أقول استغفر الله، بس التوبة كما ثبت في الحديث يا أخ عادل التوبة الندم توبة، قال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يندم الإنسان ويتمنى أنه لم يفعل هذا الشيء ويعزم أنه مش حيديره في المستقبل ويبكي بكاء صادقا لأجل هذا
العمل الذي ارتكبه يعني يندم عليه ندم شديد ويعزم على ألا يعود، أسأل الله أن يتوب عليه، وهو مش ملزم أن يترك العمل لأن الشهادة مزورة. قلنا إحنا هذا يختلف باختلاف مكان العمل، مثلا واحد زور شهادة على أنه طبيب وبعدين نقولوا له استغفر وتوب واخدم، لا، من كمال التوبة هو ترك العمل لأنه لا يتقنه. لكن واحد مثلا زور شهادة في شيء يتقنه، يعني شيء هو ربما احنا شخص بالخبرة يعرف يشتغل في مثلا مكان أحسن وأفضل من اللي عندهم شهادات، فالأمر الذي لا يتطلب وجود شهادة عنده لو ندم واستغفر وتاب نقوله له اخلص في العمل واخدم كويس، ومش ما يلزمكش أنك تترك العمل، يعني تستغفر وتوب وتخلص في العمل باش الله عز وجل يغفر لك ما مضى. لكن هذا مش معناه الدعوة إلى أن الناس تمشي تزور شهادات وبعدين يقول بنتوب، لا، نحكو على شخص فعله وحصل ما حصل والآن تاب، لأن الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني مش المقصود أن الناس تقتحم باب التزوير وتزور الشهادات وبعدين يقولوا لا تنتوبوا، لا، ليس المقصود هكذا. المقصود شخص كان على جهالة وغفلة ومعصية فزور الشهادة والآن يشتغل، والمكان اللي يشتغل فيه يستطيع أن يقدم فيه ويخدم كويس، يعني لا يلزم الأمر، لا يتطلب وجود شهادة، فنقولوا له أخلص في العمل واستغفر وأسأل الله أن يعني يغفر لك، لكن مش معناه هذا الدعوة إلى تزوير الشهادات زي ما فهمت يا أخي عادل. الأخ عبد السلام يقول شن حكم صلاة التراويح من جلوس؟ كل نفل بالنسبة للفرض يجب له القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، القيام لتكبيرة الحرام، القيام لقراءة الفاتحة، كله ركن. لكن النافلة يجوز صلاتها من جلوس ولو لغير حاجة، لكن زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف أجر القائم، يعني اللي يصلي واقف يحصل أجر كامل واللي يصلي جالس يحصل نصف الأجر، هذا إذا كان بغير عذر هيك وخلاص يبي يجلس. لكن إذا جلس لعذر كان هو معتاد على الصلاة من قيام لكنه معذور لمرض أو لأن كبير في السن، نقول له يكتب الله لك الأجر كاملا بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاللي عنده عذر يكتب الله له الأجر كاملا، اللي ما عندهش عذر صلاته صحيحة ولكن يكتب له نصف الأجر اللي بيصلي من قيام في صلاة التراويح أو في أي صلاة نافلة، المهم مش صلاة فريضة. الأخ حسين من طرابلس يقول الناس اللي ما عندهاش ما تخرج لزكاة الفطر هذا ليس عليه شيء، هذا بالعكس يأخذ زكاة الفطر إذا كان هو لا يملك، إذا كان لا يملك مالا ولا يملك طعاما، يعني ما عندهاش مكرونة باش يعطي زوز كيلو نص أو زوز كيلو ربع مثلا حسب ما حددتها دار الإفتاء، ما عندهاش قيمة الصاع، يعني ما عنداش المكرونة ولا عنده الرز ولا عنده التمر ولا عنده هذه الأصناف اللي تعطى منها الزكاة قوت البلد، وليس عنده مال، هذا لا يجب عليه شيء، بل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطر هذا لأنه محتاج. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عبد الحكيم. دكتورنا شيخنا بارك الله فيك، الله ينورك إن شاء الله في ميزان حسناتك. بارك الله فيك. سلام معتقين من النيران جميع المسلمين الطيبين. اللهم امين، بارك الله فيك. دكتور شيخنا بالله عليك، هو تو انا مستمتع الاخ اللي اتصل نتاع اللي كلمت عليه نتاع الشهاده، هو المقصد نتاع اذا كان هو بامكانيه تقريبا هيك انا حسب تحليلي انه هو يقدر يسحبها باش يحلل المرتب نتاعها بنفس المكيال نتاعها بنفس علمه بنفس المجهود نتاعها، هذا اللي اخذته منه. والثاني الشخص نتاع الورثه فيه تلقاه سبحان الله مبحبح وكذا وقاعدين النفرين ولا ثلاثه مقاعدين في بيت الورثه مفروض يبيعوا يشتري هو تلقاه ممكن مبحبوحه وعنده فلوس وكذا وعنده محوس وعنده ابناء مفروض عليه هذا ورث هذا للجميع هذا من رب العالمين اعطاه الورث. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث شيخنا الفاضل، هو انسان مثلا يبي يحج فهمتوا وانه هو عنده امكانيه لكن خايف يصير لبيوع كيف ما صار بيوع لثوارنا الحرار نتاع الزاويه واللي يسلموهم اللي ما يسمى بالكرامه،
لو انسان اذا كان هو بيحج بيعطى الانسان ثاني بيعطيه فلوس مثلا ويحج عليه، هل تبدا نفس المعدل بتاع انه هو نفس اللي حج هو كاني حجيت مثلا هو؟ تسمع الجواب ان شاء الله خالد الحكيم، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك. الاخت فاطمه من مصراته. ايوه. اي نعم تفضلي. أيوة شيخ. نعم يا أختي فاطمة. على كم مقدار كسرت فيه؟ نعم. أيوة. نعم يا أخت فاطمة تكلمي. كم مقدار كسرت فيه؟ مش واضح الصوت يا أخت فاطمة، آسفين. معنا الأخ أحمد من مسلاتة. مرحبتين يا شيخ. مرحبا أخي أحمد. يا شيخ في مسلك سؤال، يعني المشايخ هذول اليوم في مشكلة صايرة في مسلك مسلاتة، هذا هي. نعم. يعني داخل درس الجامعة ويبدو أنهم هم مسلمين وهم يوجهوا في الناس الصح ومسكرين على بعض المسجد ومختلفين على شان الزكاة، إيش تحكم عليهم بالله عليك يا شيخ؟ شن تفتي فيهم هذا؟ مختلفون في الزكاة. في المسجد. وقت نعم، يعني يختلفوا في الزكاة، هل نخرجها طعاما ولا قوتا ولا نقدا؟ يعني المشكلة يبدو أنهم هم متعلمين وهم أدرى بشرع الله وهم كذا وهم مش فاهمين شيء الاثنين، يتعاقوا جوا فهمت، ونبي نفرق في أشخاص عندنا في منطقة مسلافة طبعا ميليشيات تعتبر عند أول أمس مستشفى مخلاته، هذا هروب الرصاص نهائيا، والمشكلة هذول الشباب يحاربوا فيهم أولياء أمور ومن نفس المنطقة اللي هي تاع الشيخ يطلع مع الشاشة ويفتي ما يقدرش يقول لهم كلمة، ايش تحكم عليهم وتحكم على ولي الأمر هذا؟ بارك الله فيك إن شاء الله. بارك الله. معنا الأخ سليم من مصراته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، جزاك الله كل خير على كل هذه المعلومات المفيدة والنافعة. وإياك إن شاء الله، بارك الله فيك. عندي بعض الأسئلة يا شيخ عبد الرحمن لو سمحت. إي نعم تفضل. أراك كذا نبدأ بالسؤال الأول، السؤال الأول، امرأة مطلقة ولا ستة أبناء، هل هي تخرج زكاة الفطر على عليها وعلى بها أم زوجها الذي طلقها؟ أعلي من الزكاة واجبة. الزكاة طلعها على الأولاد ولا الزوج اللي طلقها؟ اي نعم ان شاء الله. اي نعم. السؤال الثاني، ما الحكمة في إصلاح ليلة القدر؟ نعم. ما هو أفضل دعاء يقال فيها؟ السؤال الثاني ما سمعتهاش يا أخ سليم. ما الحكمة في إصلاح ليلة القدر؟ اي نعم. وما هو أفضل دعاء يقال فيها؟ اي نعم ان شاء الله. السؤال الثاني الثالث، كيف نغير بيوت حتى تكون بيوتها في الجنة؟ ها؟ كيف نغير بيوتنا حتى تكون بيوتنا صالحة؟ نعم. السؤال اللي بعده، هل الصبر على الفتن يزيد من الإيمان؟ الصبر؟ هل الصبر على الفتن يزيد من الإيمان؟ الصبر على الفتن. السؤال الأخير. الصبر على الفتن. يزيد من الإيمان. يزيد من الإيمان، نعم. هل الصبر على الفتن يزيد من الإيمان؟ نعم. هل يجوز التصدق على الخير وهو حي بدون علم؟ نعم واضح ان شاء الله. الاخ عبد الحكيم من طرابلس يعلق على يعني تزوير الشهادات ويعلق على الارث، ان الناس الان خاصه النساء يظلمونهن في الارث، ما تاخذش حقها ويستحوذ الأولاد على الإرث، واللي بتاخد يعني يضغطوا عليها يجيبوا لها ضغوطات أمها والقرابة، وكيف تاخذي مع أخوتك، هذا حق شرعي خالص لها يعني أوجبه الله لها، حرم عليكم يعني تستضعفوا في النساء وتاخذوا في حقوقهن في حقوقهن تاكلوا في حقوقهن، هذا إثم عظيم وكبير من الكبائر، هذا فعل الجاهلية ما يصحش. يجب على الإنسان أن يبادر بإعطاء البنت حقها وما يقولش تنازلت وهو أجبرها إجبارا، ويعني إحنا نقوله تحشمت فتنازلت عن حقها، يعني بتنازلش عن طيب نفس، بل عليه أن يأخذ لها حقها، يرفع لها حقها من المال من الإرث، بعدين إذا أرجعت
له الحق ولا وضعته في حسابه في البنك معناها فعلا تنازلت، لكن هو يجمعهم ويدير لهم مأدبة عشاء مثلا ولا كذا ويقول لهم ها وقعوا وتجي أمهم تضغط عليهم، هذا حرام، ليس من شرع الله عز وجل في شيء، هذا من الظلم وأكل الحقوق بالباطل. كذلك بعض الأبناء يجلسوا في البيت وهو عنده بيت آخر وما يخليش خوته يبيعوا ويستنفعوا، وهو عنده وين يبقى وهم ما عندهمش، يبوا يكونوا أنفسهم. عليه من يتقوا الله عز وجل، هذا الحقوق المواريث تعطى لأصحابها الذين جعلها الله عز وجل حقوقا خالصة لهم. أيضا يقول هل الواحد عنده قدرة على الحج لكن خايف أن مثلا في السعودية يقبض عليه للوشايات، هذا يعني يعتبر عذر بإذن الله، له أن يبقى ولا يذهب، يعتبر غير مستطيع. وإذا وكل شخصا بأن يحج عليه لا يسقط عليه حق الفرض، وإنما يأخذ ثواب الذكر والطواف وإيصال شخص لتلك الأماكن، لكن ما يحصلش ثواب الحج. نخرج إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور. عند اقتراب شهر الصيام تكتظ أسواق المسلمين بالأطعمة والمشروبات، وتتضاعف الاحتياجات والنفقات، وتزداد منافسة الفضائيات، ويبحث كثير من الناس عن خريطة المسابقات والمسلسلات، وتزداد معها حيرة المشاهدين إلى أي شاشة يتجهون وأي مسلسل يختارون. مشغلات وعقبات ومؤامرات على رمضان تفرغه من معناه وتحرمك من ثمراته وفضائله، وتحجبك عن الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن. ولذلك كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان تخففوا من شواغل الدنيا وشهواتها، وأقبلوا على طلب الآخرة، فتراهم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وباليسير من الطعام والشراب يكتفون، وبصحبة القرآن يعيشون. فاحذر أن تأخذك شواغل الدنيا وصوارف الشهوة ولصوص رمضان عن اغتنام الشهر الكريم. فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأخ أحمد من مسلاتة يقول في المسجد يعني حصل شجار ومشاحنة حول حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، وهذا سبحان الله اعتدنا عليه كل موسم. الآن يعني بيديرون مشاكل ويعني احتقانات وخلافات في زكاة الفطر، ثم بعدين بيجيهم ربما العيد بالجمعة فبيديرون حتى هو مشكلة أخرى، هل تجب صلاة العيد والجمعة، هل تجب صلاة الجمعة في لمن صلى العيد ولا تغني عنها صلاة العيد؟ ديما نفس المشاكل سبحان الله. هذه ديما نعلق ونقول هذه أمور عظيمة ومسائل كبيرة اختلف فيها أهل العلم من الأولين. يأتي الآن غير حدث جاهل لا يفقه شيئا ولا يعرف للعلماء حرمة ولا للخلاف وجها، وبعدين يقعد يخطئ ويضلل ويرمي هذا، ويبدأ فريقين متعصبين كل واحد نكاية في الآخر يخرج ما يرى، هذا مش صحيح، هذا ليس من شأن المسلمين. احنا العامي مذهبه مذهب مفتيه، يمشي لشخص يثق بدينه وعلمه ويسأله، إذا كان قال له طلع نقود طلع نقد، إذا كان قال له طلع طعام طلع طعام، وهذا لا يجعل الأمر يكون بيننا يسبب يعني يذهب بالود ويسبب الشقاق والعداوة والبغضاء. هذا أمور اختلف فيها أهل العلم، واللي أخرج طعام هذا يعني أغلب ما عليه العلم، واللي أخرج نقدا هذا ما عليه كبار من العلماء،
فلا ينبغي أن نختلف حول هذه الأمور، وتصبح تتحول المساجد بدلا من جمع كلمة المسلمين وتوحيد قلوبهم إلى النفرة وإلى الشجار والمشاكل. هذا ليس من شأن المسلمين، فضلا عن أن يكون من شأن العلماء. يتكلم أيضا عن ما فهمتش واضح السؤال الثاني، ميليشيات ومش عارف المشايخ لا يستطيعون أن يكبحوا جماح هؤلاء يعني المجرمين. المشايخ لا يملكون إلا التوجيه بالكلمة الطيبة، هذا ما يملكه المشايخ، وهذا ما تملكه أيضا مؤسسة دار الإفتاء، لأنها لا تعدو أن تكون وظيفة إرشادية. هذا المفتي ليس قاضيا باش يحبس الشخص ويلزمه بالحكم، المفتي يخبرك إذا سألته، ويوجه إذا رأى منكرا، أو يوجه للعمل بالمعروف إذا رأى معروفا، كان رأى منكر يوجه لإنكار هذا المنكر، لكنه لا يملك أن يفعل بيده، ما يملكش أن يكبح جماح الميليشيات، ولا يملك المفتي أن يصلح الفساد، ولا يملك المفتي أن يذهب إلى كل أحد في بيته ليخرج به إلى عمله وإلى ما يستوجب عليه تجاه وطنه. المفتي يملك الكلمة، سلاحه الكلمة، يوجه الناس إلى الحق الذي يراه ويحذرهم من الباطل الذي يراه، وبعد ذلك المسؤولية مسؤولية ولي الأمر الذي يضبط هذه الأمور. الأخ سليم مصرات لديه عديد من الأسئلة. السؤال الأول يقول: المطلقة عندها أبناء، على من تجب زكاة الفطر؟ إذا كان يقصد زكاة فطر الأبناء فإنها تجب على أبيهم، لأن زكاة الفطر من النفقة الواجبة، يعني هو بيخرج عليهم بيعطي في نفقة لصغارة، من ضمن النفقة هي زكاة الفطر، فهو سيخرج عن أبنائه الذين وجبت عليه نفقتهم. أما زكاتها هي فهي إن كانت هي تملك لا تجب عليه زكاة الفطر على مطلقته، لكن يجب عليها إذا لم تستطع، فيجب على أبيها، كان هي ما عندهاش ترجع النفقة على أبيها. يقول: ما الحكمة في إخفاء ليلة القدر، وما هو أفضل دعاء فيها؟ الحكمة في إخفاء ليلة القدر هي أن يجتهد الإنسان في كل العشر الأخيرة. احنا قلنا حتى الحديث اللي ورد، هل هي ليالي الوتر يعني من العشرين، ليلة 21 و23، ولا هي ليالي الوتر مما يبقى من الشهر، معناها ليلة 20 و22 و24؟ فهذا يستوجب على العبد الحريص أن يحرص على إحياء ليالي العشر جميعا، باش يكون بإذن الله وفق لمصادفة ليلة القدر. الحكمة من إخفائها هو أن الإنسان يجتهد في العبادة، إذا قيل ليلة القدر هي ليلة كذا، فبعدين يعني الإنسان يفرط ويجتهد في هذه الليلة فقط، لكن إذا قيل له هي غير معروفة في العشر، سيجتهد في كل العشر المباركة رغبة أن يصادف ليلة القدر، وبذلك يعظم أجره وعمله. أفضل دعاء يقال فيها هو ما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها، لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صادفت ليلة القدر، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا. السؤال الثالث يقول: كيف نوجه بيوتنا لتكون بيوتا في الجنة؟ هذا موضوع محاضرة كبير، لكن الإنسان يربي أطفاله على القرآن، ويعني يبتعد ببيته عن المعاصي وعن الموسيقى وعن المسلسلات، ويعني يسمعهم كتاب الله ويجعلهم ينشأون في تعلم كتاب الله، ويصلي بهم جماعة، يعودهم على الصدقة، يعودهم على أفعال الخير، وبذلك يتربون على التنشئة الصالحة بإذن الله. معنا اتصال، محمد من بنغازي. نعم يا أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا منسلك على موضوع البطاقة متاع أرباب البصر. نعم يا أخ محمد. عندي طلعت لي بطاقة وزيقة حقة وأمورها 100%، ونبي نعطيها لأخويا، مش نظام لا بيع لا شيء، عرفت؟ نعطيها له. نعم. شنو يجوز والله؟ نرجع منك الرسمي. وعندي سؤال واحد اخرى، عندنا وفاة تمام تاع جدي. نعم يا اخ محمد. وفاة تاع جدي، ونبو جيت انا والوالد بنبني فيها شوي، قاعد فيها عمي وجدي متوفي، قاعد فيها عمي، قال لا ما تبنوش، نجيبوا لي تنازل من باقي الاطراف. جبنا التنازل من باقي الاطراف، خذا هو التنازل وخذا حصه الحوش اللي قاعد فيه جدي، ما قسمش،
وباقي امامي اعطاهم في حصه واحده اخرى، مش الحصه اللي المفروض تتقسم. هو الارض لجدك وابوك عنده فيها حق ولا؟ الارض لجدي وجدي متوفي. وابوك توفى؟ ابوك موجود؟ ابويا موجود، جيت انا وابويا نبني وفيها الارض هذه، قال لا نجيبه تنازل. عمك مستحوذ عليها. لا، ابوك يطالب بحقه وياخذ نصيبه من الارث وبعدين يعطيكم، لان الارض مش لكم انتم، الارض لوالدكم هو الوارث، فوالدكم يطالب بحقه الشرعي وياخذ نصيبه وبعدين يعطيه لكم انتم، يتنازل لكم عليه. لكن هو هو الان انتم ما تملكوا فيها شيء، اللي يملك هو الوالد. لا، نحن للوالد بعد جاي بيقسم، قال لا يدوي للوالد، عمي يدوي الخوت، قال لا لا ما في شيء يجيب لي تنازل من باقي خوتك. لا يقول اعطيني حقي انا. يعني جبنا له تنازل من باقي خوت، وقال لا لا انا نقسم كيف ما نبينا، وخذا حق جدي، خذا ضمه في حسه هو مع. لا مانيش الحق، ارفعوا الامر للمحكمه وخذوا حقكم انتم نصيب الوالد بدون اي تنازل من حد، هذا نصيبه ما يتنازل لحد فيه، وبعدين يعني يعطيكم الوالد انتم يتنازل لكم عليها. وبالنسبه للبطاقه انت تبي تعطيها لاخوك مقابل انه يرجع لك المال اللي دفعته فيها بالدينار الليبي سعر الصرف. لا مش هيك. انت تعطيها لي؟ لا انا بيش هي اي حاجه يعطيها لي هو، ما ندورش فيها انا. لا ما هو شوف يا اخي محمد، هذا اما انك انت تتنازل عليها تنازل وما تاخذ شيء، او انت يعني تقول له هذه البطاقه واعطي لي ما دفعته فيها اللي هو يعني سعر الصرف بس. تمام يا شيخ، الله يرحم والديك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا الاخ خالد من طرابلس. ألو. أي نعم. سؤال يا نيلس. تفضل. نعم يا أخي خالد. زكاة الفطر. زكاة الفطر. اللي توقفك. اللي بيش بحكم عن الدين. الخط مش واضح، زكاة الفطر خيرها؟ قلت لك زكاة الفطر. أي نعم. اللي يقول لك تو حكم فلوس ما مش عارف ما تجوزش ولا حاجه زي هيك ما فهمتهاش. لا تجوز، تبي تطلعها نقد طلع، تبي تطلع طعام طلع، زي ما تبي ان شاء الله. في سؤال ثاني شيخ معليش. اي نعم. عند زعما عند بيت احنا باهي. ايه. زي ما تقول ساكنه في بقانون يقولوا رقم 4 وصاحبه 100. صاحب البيت يعني بتوقفي. المالك الاصلي، المالك الاصلي. مالك البيت ايه. ايه. واللي ساكن فيه طبعا خلاف الدوله وخلص عليه الفلوس، شنو حكمه في الدين البيت هذا؟ هذا اللي مغتصب المكان يعني اعطت الدوله تعويض للمالك الاول وخذوه ورثه. والله هي هديه اللي ما نعرفوهاش احنا، هيك على حسب ما عرفنا، ما قالوا انه هو 100، لكن الدوله تدي فلوس من صاحب البيت تخلصها. فالحوس تو باسم صاحب الشال اللي قاعد تفصل. اي نعم، تسمع الاجابه باذن الله. معنا الأخت عائشة من نالوت. أم عائشة. أيوة، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل سنة وأنت طيبة، بارك الله فيك. والله عندي سؤالين يا شيخ. أي نعم. بالنسبة للزكاة على الفلوس اللي في المصرف. أي نعم. ممكن يفاتوا 30,000 دينار. الفلوس اللي في المصرف خيرهم؟ ما زكيناش عليهم توا، قداش نسانا قاعدين في المصرف. قداش هم؟ قداش توا ما طلعناش. قداش هم؟ لما نطلعوا غير في 500 و400 اللي يعطونا في السيولة وخلاص، والباقي كله قاعد في هذه في المصرف. واصل 23,000 ما أكثر. واصلوا 30 ممكن ايه. تمام باه. والسؤال الثاني، قراءة صلاة التراويح بالمصحف، يعني المصحف محطوط قدامي على الطاولة أو على الكرسي. هنا. هل يجوز ولا لا؟ إن شاء الله تسمع الإجابة. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. معنا؟ ما سمعتش الاسم. نعم، معنا الشارف، الأخ الشارف، تفضل. السلام عليكم، كيفك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لقيمة زكاة الفطر النقدية كم بالضبط؟ قيمة زكاة الفطر النقدية 5 دينار. بارك الله فيك، احفظك الله ان شاء الله. وإياك، بارك الله فيك. معنا الأخ علي من بنغازي. نعم يا أخي علي. معنا الأخت حليمة من طرابلس. الأخت حليمة من بنغازي.
نعم. الأخ سليم سؤاله الرابع يقول: الصبر على الفتن هل يزيد من الإيمان؟ الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، يزيد بالتقوى وينقص بالمعصية، فكلما ثبت الإنسان في الفتن ولم تجره الفتن فلا شك أن إيمانه سيزداد، لكن هذا لا يعني أن يعرض الإنسان نفسه على الفتن. الإنسان يسأل الله السلام من الفتن، ما يطلبش الفتنة ويتعرض لها ليمتحن إيمانه، لا، لكن إذا أتته الفتنة فليثبت وليصبر، لكن لا يتعرض لها، لا شك أن هذا يزيد من إيمانه. السؤال الأخير الأخ سليم يقول: التصدق على الغير بدون إذنه ما فيش بأس عادي ويصل ثوابه بإذن الله، لأن الصدقة والدعاء يصلان بالإجماع. معنا الأخت حليمة من بنغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي زكاة المال بدفع فيه كل شهر شهرين، بس أنا عندي ذهب بيته من كم سنة، بس المال الذهب هذا أنا محتاجته يعني، وعندي رصيد المصرف. أنا نبي نطلع الاثنين في الزكاة، لكن هل يجوز نطلع زكاة المال نصها نقدر نصها ندفع عليها شيك؟ هو يا بنتي هو الزكاة أنت عندك يعني زكاة المال قلتي نطلع فيها كل شهر، كيف كل شهر هذه؟ لا لا قصدي نطلع فيه كل سنة شهر شهر. إيه والذهب الذهب هذا من المال يا أخت حليمة، الذهب هذا من المال، يعني أنت لما بتحسبي تحسبي ما عندك من دينار، ما عندك من دولار، ما عندك في المصرف، ما عندك من الذهب هذا قيمته اللي ما تلبسيش فيه اللي هو الكنز، كله يزكى مع بعضه، كله يضم الى بعضه الذهب والماء. انا عارفه، بس انا قصدي ماذا ندفع قيمه الزكاه، ندفع نصها نقدا ونص اخر ندفع عن طريق الشيك؟ لا، اذا كان عندك نقد تدفعي نقد، لكن اذا كان فيه في المصرف مال وعندك يعني مال اخر سيوله فتقدري تدفعي على الكاش كاش وتدفعي على الشيك شيك، لكن ما يجوزش ان الانسان ماله يعني عنده هو سيولة نقد وبعدين يمشي يعطي الزكاة من المصرف، لأن قيمة الشيك أقل من قيمة الكاش، وهذا يترتب عليه إضرار بالفقير، ما يصحش. أنا يعني أنا نقدر ندفع نقدا، لكن لأني محتاج المال هذا بعدين يعني نحتفظ به، فأنا قلت ندفع نصه نقدا ونصه قلت تحويل. انت انت عندك فلوس في المصرف تحويل، عندك هلبة اللي واجب عليهم الزكاة. عندي اللي في المصرف قسميه على 40 واعطيه اعطيه شيك، لكن اللي في الكاش والذهب لا، تعطي عليه كاش، ما تعطيش فيه عليه من المصرف. اه اوكي، يعني نحسب المصرف بروحه كاش، والنقد نحسبها بروحه نقسمها حتى على 40. ايوه اي حتى يقسميها على 40 ويقومي معه الذهب كل سنه. ايوه اوكي، حتى هي طلع نفس ما بعض نفس الفتره طلع فيه. ايوه ايوه، في الكاش ندير بتحويل، وفي النقد نتاع النقد ندير 40 حتى يبوح. ايوه، اللي في المصرف تعطي عليه شيك، واللي نقد والذهب تعطي عليه كاش. ايوه تعطي عليه سيوله. اي نعم. ماشي. سؤال اخر. نعم. هل في نحن هنا مش عارفه بنغازي، هل في هنا جمعيه مثل تسهيل الزواج؟ نعم. المرأة في جمعية هنا مثلا واحد يدل على الزواج مثلا حد كي مثلا في حد ما يعرفش مثلا العائلة مثلا تكون أسرتها محافظة ما بنتها ما يطلعنش وكي جمعية ما فهمتش شنو الجمعية؟ تسهيل الزواج، جمعية تسهيل الزواج، حد يدل على حد عن العائلة الزواج دلل يعني كي. والله ما فهمتك، سامحيني معلش. يعني مثلا في جمعية تيسير الزواج ما نعرفش ولا؟ أيوة. لا ما نعرفش. أوكي، شكرا. بارك الله فيك. معنا الأخ عبد الرزاق من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، بارك الله فيكم. إن شاء الله. بارك الله فيك. وإياكم. بارك الله فيك. لا معلش، أنا نسأل سؤال، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لطفل يتيم لكن يتقاضى مرتب والده؟ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لطفل يتيم؟ يتيم، اليتيم هذا عنده مال ولا ما عنداش؟ عنده مال، هو عنده مرتب والده يجيه شهريا، طبعا مرتب والده من الشهداء يعني. لا لا ما يعطاش، الزكاة تعطى لمن فيه وصف الفقر سواء كان يتيم ولا مش يتيم. لكن إذا كان اليتيم عنده مال يعني مقتدر يكفيه لحاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومأوى، خلاص لا يعطى من الزكاة، لا زكاة الفطر ولا زكاة المال.
اي زكاه ثانيه. ايه، وهذا ما يخطئ فيه الجمعيات الخيريه لما ما يكونش فيها شخص فقيه يجمع الاموال الزكاه والصدقه والتخلص من المال وكله يديروه مال واحد ويصرفوه على اليتامى سواء كان هذا اليتيم محتاجا ولا لا، هذا خطا. مال الصدقه لا باس، لكن مال الزكاه لا يعطى الا لمن فيه وصف الفقر، لكن وصف اليتم لا يعطى. بالنسبه للموعد بتاعها يعني قبل العيد باسبوع هيك تعطى الزكاه. هي افضل وقت لها بعد فجر يوم العيد وقبل الصلاه، لكن قبلها بيومين معلش. معلش الموضوع اللي حكيت لك عليه، طفش هذا انا بحكي لي فلوس وحاسس نعطيهم رجعهم لاصحابهم، ولا كيف ندير؟ تقول لهم هذا راه سالت ما يجوزش اعطاء ليه وتعطيه لواحد ثاني محتاج. يب عليه ما بنعطيه لاي شخص ثاني، لكن لازم نبين لهم يعني. ايوه تقول لهم ايه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك اخي. نعم الاخ خالد من طرابلس. تكلمنا عن زكاة الفطر نقدا وقلنا هذه ما عادش نبوا الأسئلة فيها لأن الأمر ظاهر يجوز إعطاؤها نقدا ويجوز إعطاؤها طعاما، ما عادش نبوا الأمر في خلاف. السؤال الثاني يقول شخص واخذ حوش بقانون رقم 4 يعني مغتصب في عرف الشرع، اغتصب البيت من مالكه والمالك هذا توفي ومغتصب البيت ما زال متمتعا به قاعد ساكن فيه، نقول هذا يرجع فيه للجنة التعويضات اللي شكلتها الدولة. لجنة التعويضات هذه تشوف إذا كان أهل إذا كان الميت هذا قبل ما يموت أو ورثة خذوه يعني مقابل يعني يعطوهم تعويض، هذا خلاص ما عاش منكم لأن الدولة تصالحت مع الشخص الذي اغتصب منه المال ورضي بأن يأخذ مقابل وكان يعطوا فيهم في يعني تعويضات مجزئة يعني توافق العقار أو أكثر حتى من قيمته، فهذا كأن الدولة تنازلت عليه للشخص الذي هو ساكن فيه الآن. لكن إذا كان مش واخذ تعويض فيجوز له أن يرفع أمر المحكمة ويطالب بإخراج هذا الشخص أو بتعويضه، لكن إذا كان واخذ تعويض خلاص لا يملك فيه شيئا. الأخت أم عائشة قالت زكاة المال في المصرف وهو بالغ نصاب يعني تخرج عنه بالشيك إذا كان ما عندهاش مال في يدها سيولة، هي نعرف وضع الجبل ممكن في السنة مرتين أو ثلاثة سيولة، مرة 400 مرة 300 يعني ما يلا الإنسان يكفيه لحاجاته، فهذا يخرج زكاته بالشيك يعني عنده مثلا 40,000 في المصرف يطلع يعني 40 × 40 معناها زكاته 1,000 دينار، فيدير شيك صك مصدق بألف دينار ويعطيه لصندوق الزكاة أو يعطيه لواحد فقير يشتري به بشيك زي ما يشروا في السلع والملابس وغيرها يشروها بالسك المصدق. فالزكاة لا تسقط على كل حال، اللي عنده سيولة يعطي كاش واللي ما عندهش يتصدق ما عندهش يعني سيولة يدير سك مصدق ويعطيه لصندوق الزكاة أو لفقير ليشتري به. صلاة التراويح بالمصحف لا بأس بها، المرأة كانت تبي تصلي في بيتها ويعني تبي تطيل القراءة لا بأس أنها تضع المصحف وما تتحركش هلبة ومذا بها يكون يعني أمامها وتصلي كل ركعة بصفحة باش ما تضطرش أنها تنزل وتقلب الصفحات، وإذا وضعته في يدها فلا بأس، لكن الأولى أن لما بتسجد دير مكان مرتفع قليلا فتضع عليه المصحف ما تحطش المصحف على الأرض، وكذلك ما تسجدش وهو في يدها ويعني تقول هيك يدها فما تباشرش بكفها الأرض، لأن هذا من مندوبات السجود أن يباشر الإنسان بكفه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة اللي وهذا أحد السبعة الكف فيباشر الأرض. زكاة الذهب الأخت حليمة قلنا لها يعني يجمع مع المال، والأخ عبد الرزاق تكلم عن يعني إعطاء زكاة الفطر قلنا هذا يجب أن ينتبه له الناس وخاصة الجمعيات الخيرية، لا يعطى لا تعطى الزكاة لصفة اليتم وإنما تعطى لصفة الفقر. لعل الحلقة تمت، نعتذر للإخوة من الأسئلة المكتوبة نجاوب عليها إن شاء الله في حلقات قادمة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، نسأل الله عز وجل أن يبارك أيامنا ويتقبل منا صالح الأعمال وأن يفرج عن إخواننا في درنا وأن ينصر أهل الحق في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم اخي فهو درب به نور. رمضان يا رمضان.